التصعيد مستمر في أزمة تايوان والصين بعد أن مددت الصين أكبر مناوراتها العسكرية قبالة سواحل تايوان. بدأت الأخيرة مناوراتها العسكرية بذخيرة حية خوفا من غزو صيني. تايوان صرحت أن مناوراتها مخططة مسبقا وليست ردا على التدريبات العسكرية الصينية، ولكن في تفاصيل المناورات تم الكشف عن تخوف كبير لدى حكومة تايبي وهو الإنزال الصيني على شواطئها، فكانت المناورات لمواجهة عدو قادم من البحر. الصين أيضا مددت مناوراتها البحرية والجوية قرب سواحل تايوان لتنتشر مقاطع مصورة لمقاتلة صينية تخترق الأجواء التايوانية. وبالرغم من أنه كان من المخطط أن تنتهي المناورات يوم الأحد، إلا أن الصين كشفت أن الهدف من تمديد تدريباتها العسكرية هو تنفيذ خطة الحصار المشترك والدفاع المشترك، وهو عكس ما صرحته تايوان، معتبرة أن الهدف الحقيقي هو دخول تايوان عسكريا وتغيير الوضع الداخلي. China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches as well as cyber attacks, disinformation campaign, and economic coercion in an attempt to weaken public morale in Taiwan. الصين رفضت اتهامها بالتسبب في التصعيد الذي حدث منذ زيارة نانسي بيلوسي. يقول نائب وزير خارجيتها إن أمريكا هي من توجهت نحو تصعيد الوضع في تايوان، أما بكين فتجري المناورات على أراضيها وفي مهيئها. الولايات المتحدة هي من تهدد السلام واستقرار مضيق تايوان. تايوان جزء من الصين وليس هناك ما يدعى بالخط الوسطي. القوات الصينية تجري مناورات عسكرية قبالة جزيرة تايوان الصينية للحفاظ على سيادة الصين ووحدة أراضيها. إجراءاتنا لا تتعارض مع القانون المحلي والدولي. الولايات المتحدة تجري أكثر من 100 تدريب عسكري سنويا في المياه المجاورة للصين، وهي التي تبالغ في رد الفعل والتصعيد. وفي تصريح آخر للخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها، حذرت الصين من أي مؤامرة ضدها ومن أي محاولات الاستقلال، مؤكدة على مبدأ الصين الواحدة. التوتر الحالي في مضيق تايوان يعود إلى تواطؤ الحزب الديمقراطي التقدمي مع قوى خارجية لتؤدي إلى استفزازات لا نهائية مؤيدة للاستقلال ورفض مبدأ الصين الواحدة. نقول للسلطات التايوانية إن أي مؤامرة لمعارضة مسار التاريخ ومقاومة إعادة الاتحاد من خلال السلاح سيعارضها كل شعب الصين وستنتهي بالفشل. أما نانسي بيلوسي التي أشعلت فتيل الأزمة بين تايوان والصين فدافعت عن زيارتها لتايوان مجددا قائلة إنه لا يمكن للصين أن تحدد من الذي يمكنه الذهاب لتايوان. رئيسة مجلس النواب الأمريكي أكدت أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.